نروح استاذ احمد لموضوع زي موضوع الحكومه ترفع اسعار الغاز الطبيعي للمنازل تناولته المصري اليوم. انا حتى الان لا ارى حقيقه اي جريده تناولت هذا الموضوع غير المصري اليوم. وهو ده اللي كنت عايز اتكلم عليه باضافه لعنوان اخر، لكن العنوان ده يعني انا شايف من خلال حتى قراءتي خبرتي الصحفيه او حتى كمواطن عادي، انه مفترض ان هنا اهم موضوع في هذا الامر هو ما يتعلق بالحياه اليوميه للمواطن المصري والعيشه. ففكره ان هو رفع اسعار الغاز الطبيعي في المنازل بنسبه تتجاوز 75 و70% اعتقد ان ده بيتنافى ايضا او اصلا مع ما تحاول السلطه المصريه من، احنا بنتكلم على الغاز، في ترويج انه مشكله الغاز هتحل وانه وعدد من الحقول والاحتفالات الصاخبه التي تتحدث وتبشرنا ب 100 مليار وتبشرنا بالحقول. فلما ياتي الغاز الطبيعي في انك بهذا 70% هذا الكلام يناقض كل ما يعني ادعته الحكومه في الفتره الماضيه. دي سلعه حيويه جدا لانه اصبحت ان هي انبوبه الغاز رسميا بقت 50 جنيه رسميا تقريبا 50 جنيه، اذا وجدتها في السوق السوداء ما عرفش توصل كام. فانت بالاضافه الى زياده اسعار الكهرباء اذا انت كبلت المواطن وكتفته ايد ورجل زي ما بيقول كده بالبلدي دون اي زياده تذكر على حتى المرتبات. وبالتالي انا شايف ان ده استمرار في فرض الجبايه على المواطن المصري ومش عارف هيستحمل لغايه امتى.